أهلا بيكي معانا النهارده في دار الهلال. اتكلمنا عن تقديم النهارده للحفله. قبل اي حاجه بس شرفتونا وميرسي جدا لوجودكم معانا. انا بقدم النهارده المؤتمر والدكتور احمد بدوي، وبصراحه انا حابه جدا نوعيه المؤتمرات دي لانها بتديك فرصه ان احنا نندمج مع الملاحه الجويه والضيافه في ازاي نعمل بروتوكول مع بعض ان احنا نرتقي بمستوى التعليم في مصر. طبعا الفتره اللي فاتت دي كان في ده على السوشيال ميديا ياسمين عز وساره البدر. انت مع ياسمين عز ولا مع رضا الشدري؟ انا لا مع دي ولا مع دي، لان انا دايما بقول ان يعني رجاله فيهم ناس كويسه وفيهم ناس وحشه، ونفس الموضوع ستيت. انا ما انا مش مع الاكستريم، لا دي ولا دي، مش هتلاقيني معاكم. الفترة اللي فاتت كان في مذاعات كتير بيطلعوا بيقولوا مصطلحات غريبة في البرامج بتاعتهم اللي في القنوات تحت السلم علشان هدف ان هم يطلعوا ترند. ايه تعليق على شايفة المهنة ازاي ضربت اول المرحلة ان هم هدفهم السوشيال ميديا؟ بقى في هيافة، بقى في تفاهة، بقى في بروفايل وحش للمذيعة المصرية، لان انا دايما بقول اي حد انت واجهه لمصر، تمام؟ سواء انا بروفايل، سواء انا مذيع، سواء انا ممثله فنانه، انا مسؤوله عن تصرفاتي، انا بعمل اي حاجه فانت بتسيء لسمعه مصر. ففي تفاهه وهيافه. ايه رايك في اعمال رمضان اللي اتعرضت وايه المسلسل اللي كنت بتتابعيه؟ اكيد مش لوحدي طبعا، جعفر العمدة كلكم تابعتوه. طبعا منى زكي كان هايل. في اعمال انا ما تابعتهاش طبعا، كان عندي شغل، بس اعتقد مش هقدر احكم عليها لان ممكن تبقى كويسه بس انا ما تابعتش. طب انك بقى كنت بتتابع حضرتك جعفر العمدة، ايه الدور اللي انت ممكن لو هتقدميه هتشارك فيه تقدميه؟ هاخد اي دور فيه شر، يعني فاهم اللي هو يبقى فيه كده تركيبه كده حلوه، دلال، هاخد وداد، هاخد صفصف. ممكن تشاركي في التمثيل ولا شايفه المذيع اعلام بس مالهاش دعوه بالتمثيل؟ استني اقفل انا قريب. اتفضلي احكي لنا بقى عن دورك في مشاركتك في المسرحيه مع عادل امام بيتي دارت، وقولي لنا بقى الكواليس كانت عامله ازاي واقفه قدام عادل امام. استاذ عادل امام، بصي طبعا مش هينفع طبعا احكي لي انا مهما حكيت، يعني استاذ عادل امام شرف لاي حد بيشتغل معاه، وطبعا كل الناس اللي واقفه معاه دايما بتقول الكلمه دي، بس هي انا بفكر الناس بتجامله، لا انا مش مجامله. فعلا واحد واقف على خشبه مسرح مع استاذ عادل امام حاسس بالفخر، حاسس ان هو بيعمل حاجه جميله جدا، حاجه ليها مردود حلو مع الجمهور، بتقولي انا واقفه مع فلان، فاهمه؟ فكلمه حلوه وكلمه ثقيله جدا، وانا من المحظوظين اللي اشتغلت مع استاذ عادل امام. علق حد على ادائك مثلا او قال لك تعالي مثلا انت محتفظه بيه دلوقتي في ذهنك ولا؟ استاذ انا طول كان بيشجعني على التمثيل، دايما يقول لي ده انت فاكر مش فيجار، دايما يقول لي انت تبقي نجمه كبيره جدا. بس انا طبعا خدت ايه تاني كده شويه مع التمثيل في تنظيم الحفلات والمهرجانات، فعشان كده يعني ما خدتش فرصه ان انا اشتغل واكبر موضوع التمثيل، بس لما بتجيلي حاجه بشتغلها طبعا. التوفيق ليكي. حبيبتي ميرسي، نورتينا.